موبيليس معا نصنع المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. إذا رياح عاتية تهب حاليا تقريبا على كافة المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الشرق الغربية، ضمن تيارات أقول جنوبية شرقية وصلت لغاية 90 كيلومتر في الساعة، مع تطاول للأتربة تراب يخص غبار أقول يخص الواجهة الساحلية وحتى على المرتفعات والهضاب، حتى على الواجهة الجنوبية تطاير لرمال بكثرة مما عمل على رداءة الرؤية، أخذ الحيطة مطلوب. أما عن حالة السماء لنهار اليوم، في الأجواء تبقى مغشاة، طقس ثقيل سيخص تقريبا كافة المناطق الشمالية الساحلية والمرتفعات. رياح كما قلت ستهب بقوة على الواجهة الوسطى وكذلك الغربية، لكن خلال أواخر النهار إن شاء الله، ضمن تيارات جنوبية غربية مضطربة على مناطق الجنوب الغربي وكذلك المناطق الغربية، اضطراب جوي سيلتحق خلال الليل على الواجهة الغربية ليخص المناطق الوسطى والشرقية خلال يوم الغد بحول الله. أمطار نهار اليوم إن شاء الله تحت توقع الرعود مرفوقة بحبات من البرد، وهذا على منطقة الثورة كذلك على ولاية تيندوف، بعض الأمطار غير مستبعدة تحت وقع الرعود إن شاء الله. والأجواء تبقى مشمسة على باقي المناطق الأخرى، للإشارة فقط الرياح ستشتد مما يعمل على تطاير للرمال، وهذا على برج باجي مختار حتى على ولاية أدرار إن صالح، كذلك طمن رست وأيضا شمال الصحراء. درجات الحرارة في ارتفاع تفوق المعدل الشهري، ننتظر مقاييس ما بين 28 لغاية 32 درجة على الواجهة الساحلية. أدنى مقياس على ولاية الجلفة المشرية نعامة والبيض مع 19 درجة، نفس المقياس على بشار 20 درجة على تيندوف، ترتفع لغاية 35 درجة على الصحراء الوسطى، لن تتعدى 27 درجة على تمن راست وحتى على جانت، لكن طقس حار سيمس أقصى الجنوب لتقارب 37 درجة. خلال الليل كذلك درجات حرارة مرتفعة على الواجهة الوسطى، ننتظر 20 درجة على تيزي وزو البويرة العاصمة، تنخفض على الولايات الغربية لتصل إلى 11 درجة على كل من تلمسان ووهران، 7 درجات على المشيرين عامة والبيض، نفس المقياس على بشار، 11 درجة على تيندوف، 20 درجة على الصحراء الوسطى، ترتفع إلى 22 درجة على أقصى الجنوب البحر. خلال أمسية اليوم إن شاء الله ننتظر بحر مضطرب هائج أحيانا على الواجهة الغربية، رياح ستشتد قوية على البعد لكن تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، بينما رياح ضمن التيارات جنوبية شرقية كذلك قوية على الواجهة الوسطى وكذلك الشرقية. وقت غروب الشمس لنهار اليوم إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام 6:55 دقيقة، وللتواصل معنا نحو الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، صحة فطوركم والسلام عليكم.